صباح الخير على كل مشاهدينا. موعد وقفتنا بالقراءة الصحفية التحليلية كما هو معتاد يوميا في هذا الصباح. البداية من جريدة الأهرام في صدارة الصفحة الأولى والخبر الرئيسي: دعم مصر مطلق لتحسين أوضاع الفلسطينيين. الرئيس: نشارك الأونروا في تخفيف معاناة اللاجئين من خلال إعمار غزة. أما الخبر نفسه فبيقول: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. هننتقل لجريدة الجمهورية وهذه المرة أيضا في الصفحة الأولى. في جريدة الجمهورية: في لقاء مع باتريشيا إسبينوزا حضره وزير الخارجية والبيئة. نقدر التعاون المثمر مع الأمم المتحدة في قضية تغير المناخ، ونسعى في كوب 27 بشرم الشيخ للبناء على ما تم إنجازه بقمة جلاسكو الأخيرة. هدفنا الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا في مواجهة التحديات المناخية. وطبعا الحديث عن الاستعدادات لكوب 27 اللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر المقبل، وجرت العديد من المحادثات مع عدد من الأقطاب الدولية وعدد من الزيارات الدولية لمصر خلال الشهر الماضي استعدادا لهذا المؤتمر اللي بيعتبر امتداد لعدد من الفعاليات الدولية الهامة اللي أقيمت والمؤتمرات الهامة، كان آخرها كلاسكو في الشهور القليلة الماضية تحديدا في نوفمبر الماضي. المزيد من الحديث معنا على الهاتف دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا فندم. دكتور سعيد، إيه هي أهم النقاط الخاصة بعملية التغير المناخي اللي هتكون واردة على الأجندة الدولية للنقاش؟ طبعا من اهم النقاط اللي هتكون وارده وبترد دائما على يعني اجنده المؤتمرات السابقه ايضا هو موضوع التمويل ونقل التكنولوجيا، لان دول هم الاساس لتطبيق وتنفيذ الاجراءات المطلوبه للتخفيف من الانبعاثات او للتعامل مع قضيه تغير المناخ، سواء تخفيف الانبعاثات او التكيف مع اثار تغير المناخ. فطبعا دي المحاور الاساسيه والجهود اللي يعني بتطلب من الدوله المضيفه باستمرار تعزيز امكانيه الوصول الى زي ما قلنا في التقرير اللي حضرتك قلتوه، يعني يبقى في يعني تعهدات ماليه أو تمويلية ونقل التكنولوجيا تكون فعلية وحقيقية وقابلة للتطبيق، وليس تكون تعهدات غير قابلة للتطبيق وغير مستدامة، وبالتالي ما بيتمش تنفيذ المطلوب يعني مواجهة قضية تغير المناخ، يعني وبالتالي بتكون في تقصير في تنفيذ المتطلبات، وده بيساعد على تفاقم المشكلة. ده المأمول من كوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله. طيب ماذا عما تحقق من جلاسكو أو تم تحقيقه بعد لقاء جلاسكو الماضي؟ هو الحقيقة يعني طبعا يعني ما تمش يعني نشر تفصيلي عما تم تحقيقه من قمة جلاسكو، لأن ما تم يعني قمة جلاسكو كانت هناك تعهدات يعني مقبولة وجيدة، لكن من الواضح ان بدليل ان اتعمل اكثر من مؤتمرات بعد لاحقه لمؤتمر جلاسكو، ولكن مش على المستوى الدولي، لكن يعني سواء مقابلات او مؤتمرات لتيسير وتسهيل تنفيذ ما تم اطلاقه من تعهدات، وبالذات طبعا من الدول الصناعيه والدول المتقدمه دول المرفق الاول. يعني نأمل ان في مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 القادم ان يكون هناك يعني تنسيق اكثر
وتجاوب اكتر، بحيث ان ويكون هناك نامل يكون في هناك برضك اليه لجعل ما يتم تحقيقه من تعهدات ويكون حقيقي وعلى ارض الواقع يكون اعلى بكثير من ما سبق من في المؤتمرات السابقه. انا بشكر حضرتك دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخيه على المداخله وما ابديته من وجهه نظر. بعد انتقل معكم لخبر اخر، هذه المره الحديث الدولي ومن مصر اليوم في الصفحه الاولى. محادثات فرنسية ألمانية روسية حول الأزمة الأوكرانية وحصار كييف، الهجرة تتلقى أوراق الطلاب العائدين لاستكمال دراستهم. والخبر بيقول أن قصر الإليزي أعلن أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا غداة قمة فرساي. ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. وفي الوقت نفسه وصلت القوات الروسية أمس تمركزها حول العاصمة الأوكرانية كييف وأغلقت مدينة ماريبول واختطفت عمدتها وفقا لما أعلنه الرئيس الأوكراني بنفسه. على الصعيد المحلي قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ان البوابه الالكترونيه لموقع الجامعات الخاصه والاهليه اعلنت عن الاماكن الشاغره بكل الكليات والجامعات الخاصه والاهليه للاطلاع والتعرف عليها، واعلنت تلك الجامعات على مواقعها الالكترونيه وصفحتها الرسميه بيان بالتخصصات اللي بتتوافر بها اماكن شاغره. هنروح لخبر اخر. الداخلية تطلق المرحلة 22 من كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى 60%، طرح 20,000 طن سلع يوميا من خلال 40,000 منفذ استعدادا لرمضان. وطبعا هذه الطروحات اللي بتطلق عبر المنافذ الحكومية أو المراكز الحكومية المختلفة هي محاولة لتخفيف العبء في هذه المرحلة، وأيضا مساهمة من كل جهات الدولة في محاولة الوصول لاستقرار السوق في هذه المرحلة قبل شهر رمضان الكريم. الأهرام في الصفحة الرابعة. رئيس الوزراء يتابع توفر المواد البترولية في ظل أزمة أوكرانيا. في الجمهورية في الصفحة الثانية، شاكر قبرص واليونان طريقنا لأوروبا والتوترات الحالية تفتح أبواب التصدير. مصر مؤهلة لإمداد العالم بالطاقة 13.2 مليار جنيه لدعم الشبكة القومية للربط الكهربائي مع دول الجوار. وخلونا نقرأ أكثر عن هذا الخبر المليء بالتفاصيل المختلفة، ومن خلال الخبر نتعرف أكثر عن الموضوع. أكد الدكتور محمد شاكر وزير كهرباء وطاقة أن الظروف العالمية الحالية تؤهل مصر لأن تكون لاعبا أساسيا في أسواق الطاقة العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية، حيث تعتبر الشبكة القومية المصرية هي الأكبر على مستوى المنطقة من حيث الاتساع والقدرات، إلى جانب وجود برنامج مصري طموح لإنتاج الطاقة الخضراء وتنويع مصادرها. وأوضح أيضا أن الاستقرار السياسي والأمني بدول العالم والإصلاحات التي نفذتها مصر لجذب الاستثمار تجعلها في مقدمة دول العالم المؤهلة للقيام بدور محوري في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة لدول أوروبا بعد القرارات الصاخبة للأزمات التي يمر بها العالم والارتفاع الكبير في أسعار الوقود. هنروح للأخبار في الصفحة الثالثة. 3.6 مليون فدان مزروع قمح والشرقية في الصدارة. مزيد من الحديث حول هذا الخبر أستاذ دكتور بطرس يوسف رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعية. صباح الخير يا دكتور بطرس. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك دكتور بطرس. ماذا عن هذه المساحه المزروعه من القمح واضافتها للرقعه الزراعيه المصريه المؤهله لزراعه القمح؟ هو الحمد لله الموسم الحالي المساحه المزروعه من القمح وصلت 3.6 مليون فدان وفقا لاخر احصائيه لرئاسه الوزراء المصريه، والمساحه دي متوزعه على بعض المحافظات. بنلاقي ان محافظه الشرقيه هي اعلى في نسبه المساحه المزروعه بالقمح، توصل ل 423,000 فدان، يليها محافظه البحيره بنصيب 386,000 فدان، ثم محافظه الوادي الجديد
ب 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ ب 254 ألف فدان. نعم، هذه المساحة بتمثل قد إيه زيادة في الإنتاج بشكل عام؟ هو الإنتاج السنة اللي فاتت كان في حدود 9 مليون طن، ومن المتوقع السنة دي بإذن الله إن هي توصل ل 10 مليون طن، ودي بتشكل في حدود من 55 ل 60% من معدل الاستهلاك السنوي المصري من القمح. هل في مناطق في مصر مؤهلة لأنها تنضم للقطع الزراعية القادرة على أنها تكون تزرع قمح بشكل واضح؟ ده بيحصل فعلا دلوقتي، ومن ضمن البرنامج الرئاسي اللي فخامته الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، ومن ضمن رؤية مصر 2030 ان مصر هتستزرع في الفترة القادمة في حدود 4.2 مليون فدان. وبالفعل بدأت بعض المساحات دلوقتي في المناطق الاستطلاح الجديدة انها تزرع بالقمح تحت نظم الري الحديث اللي هو الري بالرشي. نعم، انا بشكر حضرتك دكتور بطرس يوسف رئيس بحوث مركز البحوث الزراعية على المداخلة والتوضيح. هنروح لخبرنا الاخير وهو من المصري اليوم في الصفحة الاولى. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وصقيع وتوقف الصيد، عودة الأجواء الشتوية والأرصاد تحذر من نزلات البرد الحادة. وزي ما احنا معتادين في مارس وإبريل درجات الحرارة بتبدأ في الارتفاع ثم يكون في موجات باردة، احنا بنعيش في موجة باردة من جديد وعودة الأجواء الشتوية بعد ما كانت درجات الحرارة ارتفعت. ده بيستدعي حرصنا جميعا في الخروج من المنزل وأيضا عدم تخفيف الملابس والالتزام بالملابس الثقيلة لحد ما الجو يستقر، وده عادة ما بيكونش قبل نص تاني من إبريل. مشاهدينا احنا كده بنكون وصلنا لنهاية قراءتنا الصحفية التحليلية لأهم العناوين الصادرة صباح اليوم. دقائق تفصلنا عن التاسعة، على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، بعده تلتقونا بأولى فقراتنا الحوارية، فانتظرونا.